فيما يخص شكل الاتصالات تقريبا نفس الملاحظة، يعني مؤشرات ولاية يارت ما شاء الله مؤشرات جد إيجابية. هذا اللي كذلك بيزيد يحفزنا على المستوى المركزي أنه ربما نزيد نطلع المستوى تاع الأهداف والتطلعات. ومن جملة الأهداف اللي قررناها من خلال الزيارة ربما تسريع وتيرة نشر الألياف البصرية إلى غاية المنازل لتوفيرها لكل المواطنين في على الأقل لشفلية تاع الدائرة والولاية، أنه 100% من هاد المواطنين مع نهاية 2025 يكون عندهم ربط بالFTTH. وطبعا نواصل العمل من أجل المناطق الأخرى. ولاية يارت معروفة بتضاريسها كذلك، معروفة العدد المعتبر لتجمعات سكانية ربما تعداد السكان فيها ما يوصلش 2000 نسمة، وكما تعلمون متعاملي الهاتف النقال وحتى ثابت وعندهم التزام بتغطية هذه المناطق لما يكون عدد السكان 2000 نسمة فما أكثر. بالنسبة للمناطق هذه اللي عدد السكان فيها أقل من 2000 نسمة واللي ممكن نعتبرها مناطق معزولة التي ما في مناطق جبلية من الولاية، الدولة طبعا ملتزمة توفر الخدمة خدمة الانترنت لمواطنين القاطنين بهذه الأحياء من خلال صندوق الخدمة الشاملة. وقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كان يعني لجنة متعددة القطاعات وافقت على مشروع هام يخص 1400 موقع عبر التراب الوطني. استفادت ولاية يارت من 78 من موقع من هذا 1400. أنا اكتشفت اليوم أن ربما هناك بعض المواقع الإضافية لم يتم إحصاؤها، ملتزمون باش نزيد ونواصل تجنيد الموارد اللازمة من أجل توفير التغطية وتوفير هذه الخدمة لكل مواطنينا القاطنين بهذه ربما الأحياء أو المشاتي أو القرى اللي تكون شوية معزولة. إذن مرة أخرى المؤشرات اللي تعكس مدى تطور ومدى تقدم خدمات البريد والاتصالات، مؤشرات ولاية يارت جد إيجابية. التوفيق والنجاح في إنجاز مخطط عمل القطاع بعد فضل الله سبحانه وتعالى يعتمد على الجهتين، يعتمد على التزام وزارة والمديريات العامة على المستوى المركزي من أجل وضع البرامج والموارد المالية اللازمة، لكن معتمد كذلك على الدعم اللي يلقاه القطاع على المستوى المحلي. وهذه فرصة مرة أخرى باش نشدد شكري للسيد الوالي، للسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، ومن خلالهم لرؤساء المجالس البلدية، لرؤساء الدوائر، ولإطاراتنا عاملات وعمال قطاع البريد على مستوى المحلي. نجاح هذا نجاحهم هما أولا، وإحنا طبعا هذا يزيد يحفزنا مرة أخرى باش نجدد الالتزام ونواصل مجهود الدولة من أجل توفير بنية تحتية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في شقيها البريدي وشبكات الاتصال.